يتواجد في الخطوط الأمامية سيارات الإسعاف التابعة للقوات المسلحة السعودية، تمتاز بأنها وحدات عناية مركزة متحركة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومزودة بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية التي تستخدم في علاج الحالات الإسعافية الطارئة. تواجدنا هنا على الحد وعلى هذا الثغر، وكلنا فخر وكلنا اعتزاز بهذا الشيء وكل ما نقدمه لهذا الوطن. وبإذن واحد أحد إن شاء الله أن العدو مدحور إن شاء الله، ومهزوم وذليل بإذن واحد أحد إن شاء الله. تم استهدافنا كصحيين ومسعفين، ويتم استهداف الإسعاف، وهذا اختراق للقوانين الدولية في الحروب، وهذا شيء متعارف عليه. ولكن اللي تفاجأنا فيه احنا هنا فعلا يعني يتم استهدافنا واستهداف الاسعاف، ويعني ما عندهم ادنى مسؤولية عن المسعفين او المنقذين، لان احنا ما نحمل سلاح، يعني احنا دورنا انقاذ الارواح. الإسعاف الميداني متنقل يقدم الخدمات العلاجية اللازمة للمصابين في الأحداث على الشريط الحدودي ومواقع معسكرات القوات المسلحة، ويديره طاقم سعودي محترف. ربي رزقني بعد 14 سنة وأنا في ميدان الشرف مولود، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى وذكرى جميلة مع الانتصارات التي نحققها. كل ما يذكر في الإعلام المعادي من أن أعداد المصابين أعداد كبيرة وأعداد الشهداء، وهذا ليس صحيح. الحمد لله المصابين معنوياتهم عالية جدا، وبعضهم رجع للمعركة، وبعضهم الآخر عولج في مكان الإصابة وبقي دافع عن الوطن. هؤلاء الأبطال بمختلف تخصصاتهم درع للوطن وقوة للخير. فهد السبحان، الإخبارية، الحد الجنوبي.